إذا كان عندي ابن يبلغ من العمر 12 سنة هل يكون محرما لأخته ويذهبون معا إلى السوق؟ ما يكون محرم إلا البالغ، البالغ العاقل، يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. نعم. يقول لكن ما السوق ما يحتاج إلى محرم، لكن قيل يذهب معها لحفظها وخدمتها ومراعاتها، لا بس هذا ما هو من باب المحرمية، هذا من باب الحفظ والرعاية. نعم، وإعانتها. نعم.